بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلتي الغالية؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة وجمعة مباركة. في هذا الفيديو وكما وعدتكم سابقا أني سوف أقوم كل يوم جمعة بأن أقوم بدعم القنوات التي تحتاج إلى دعم. إذا أترككم مع الفيديو. مرحبا مجددا يا غالي، كما قلت لكم سابقا في بداية الحلقة أننا سنقوم بدعم القنوات الصغيرة والكبيرة والتي تحتاج إلى دعم. كما أود أن أخبركم أني لم أتوصل بفيديو كما قلت لك سابقا. إذا أردت أن أقوم بدعم قناتك فقط قم بعمل فيديو يعني تشرح فيه ما هي نوعية قناتك وماذا تفعل في القناة، هل هي قناة للضحك أو قناة يعني أي نوع من نوع القناة، وأن ترسل لي رابط الفيديو على الفيسبوك أو في الفيسبوك، لكن توصلت فقط بفيديوين هما اللذان سأضعهما في هذه الحلقة. لكن قبل ذلك أود أن يعني أن أساعد بعض الأشخاص. على سبيل المثال عبد، هذا الأول، ليس هناك أحد من يطلب الرمز على الصباح. سوف أجيب على هذه الأسئلة فيما بعد، لكن هذا الفيديو كما قلت للدعم. عبد الرحيم أخي، يسعدني أن أدعوك إلى قناتي. إني نعم سندخل إليها ونرى. هذه هي قناة عبد الرحيم بها 358 مشترك. ندخل إلى الفيديوهات، هي فيديوهات للضحك ونكت كذلك. ندخل إلى فيديو نشاهد ماذا هناك. هذه هي المقدمة، عذرا فصبيب الانترنت ضعيف جدا هذا اليوم، لكن سوف نقوم بشرح محتوى. المهم هذه هي قناة عبد الرحيم. لمن أراد أن يشترك بقناة بها للضحك والتسلية فهذه هي قناته. سوف أضع كل رابط القناة أسفل في الوصف. دعم قناتي، سند، سنرى سند ومحتوى هذه القناة. 175 مشترك. سندخل هنا، هناك فيديوهات، هي قناة جيمر بطبيعة الحال، والشاب إن شاء الله سبحان الله مشاهد في عمله جيد جدا، صور مصغرة رائعة، ولكن هناك توقف ما بين فيديو وفيديو آخر، فلا تتوقف يا غالي، قد قم بوضع كل يوم أو يومين بفيديو، فيديوهات جميلة. سندخل إلى آخر فيديو ونشاهد تقديم وطريقة عملية في هذه القناة. هي قناة جيمر لمن يحب الألعاب، لوجو جميل جدا، أو هو لوجو للعبة عفوا. لمن يحب الألعاب فليشارك في قناة سند 11، سوف أترك الرابط هو كذلك في الأسفل. من فضلك على الرسالة وأردها موسوعة الطيور. لم أتوصل بفيديو يا غالي، لكن سنشاهد موسوعة الطيور 18، هو فقط أول بداية له. قناة الطيور، حذاري، تعريض عصفور بالخطر، يعني فيديوهات جميلة، أدعوكم إلى الاشتراك إليها. سوف أترك الرابط أسفل في الوصف. مرحبا بأخ الآدم، أتانا من قناة نوز الهامستر. إذا قصيت نحن واجبين هل دعم قناتي؟ سأرى أصبان أيمن،
صفوان امين 69 مشترك، قناة جديدة لكنه متوقف اسبوع لم يضع الفيديو. واصل بوضع الفيديوهات يا غالي كي تحصل على مشاهدات وكذلك مشتركين. كقاعدة اساسية وكمعلومة للاخوان الذين يودون ان يحصلوا على مشتركين وعلى مشاهدات، فقم بوضع كل يوم فيديو لمدة شهر وستلاحظ سبحان الله الكمية الهائلة من المشاهدات وكذلك الكمية الهائلة من المشتركين. لأن خوارزمية اليوتيوب سبحان الله هي، يعني كيف سأفسرها، هي كروبو، إذا عملت بجهد سيعطيك ما تود، إن لم تعمل فلم يعطيك. سبحان الله، كأنهم يعرفون ماذا في عقولنا. إذا ننتقل إلى هل تربي الهامستر؟ لقيت بعض الأخوان لا أربي الهامستر يا غالي، فقد صورت فيديو في أحد المحلات وأرسلته للأخت غالية نسرين. مرحبا، عندي بادجي موسى، ممكن تبادل الاشتراك في قناة البادجي. سندخل إلى قناة البادجي، 13 مشترك، وضع فيديو واحد ثم توقف. كما قلت يا غالي ضعوا فيديوهات كي تحصلون على مشاهدات كثيرة. أنا أتابع قناة جونجلونا بوديبينا سلام شارع عامي أنت الله سأشتري عليهم. قناة جي تي عامي 182. هذا الشخص سبحان الله، يعني هذه هي الطريقة التي تأتيك بمشاهدتها يا غالي، منذ 20 ساعة، 17 ساعة، 17 ساعة سبحان الله. فأنصحك بالمتابعة يا غالي، وإن شاء الله ستحصل على مشاهدات بهذه الطريقة، خاصة إذا كان عندك الوقت لتنزيل الفيديوهات، والمهم أن يكون فيديوهات جيدة وليست هناك أي مخالفات فيها، يعني المخالفات مذكورة عند اليوتيوب. شو قناتي تم الرابط خطأ، لقد قمت بتصحيحه أختي الكريمة. دعم قناتي، تم دعم هذه القناة أخي مجرد المستوى، تم دعم قناتي. هذه القناة لا أعرف، هو مخفي المشتركين فلا نعرف عدد المشتركين. وكذلك 6 أيام 4 أيام يوم واحد، جميل جدا، واصل يا غالي. المهم أن تقوم بإزالة أي أصوات لها حقوق من أغاني أو ما شابه. هذه قناة حمودي إكس دي، بالضغط على الاشتراك سوف أترك لكم الرابط أسفل في الوصف. كان هذا هو الفيديو اليوم، سوف أترككم مع الفيديوين اللذان توصلت بهما. السلام عليكم حبايبي، انا بشار قدور من سوريا، من حلب، ومقيم بتركيا اسطنبول، وعندي هالقناة على اليوتيوب تتضمن كتير شغلات، ومن هالشغلات مسلسلات قصيرة وتحديات ومقالب وسكتشات مضحكة وقصص وأي شي بيخطر على بالي. فبتمنى منكم كلياتكم تزوروا قناتي وتشتركوا فيها، وما راح تندموا أبدا. وشكرا لكل شخص بيشترك، وشكرا لصاحب القناة. سلام من الله عليكم متابعي قناة محترف الطيور، معكم الأخ أكرم من قناة عالم الرياضة. فهذه القناة هي عبارة عن قناة تقدم محتويات جيدة رياضية من توقعات المباريات وأهداف ومجموعة من التقارير عن مسيرة اللاعبين وعن مجموعة من الأسرار الموجودة في عالم كرة القدم. لذا أدعوكم إلى الاشتراك بقناتي للتمتع بأفضل المحتويات الرياضية. أخوكم أكرم من عالم الرياضة.
سلام.